الكورد اون ذيس كمبيوتر. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. راح ابدا معاكم بسؤال بالشكل التالي. سؤال بالشكل التالي، لو اعطيتكم شكل مثل هيك، كويس، وقلت لكم انه هون في العناصر 4 و5، وهي سميتها المجموعة س، حطيت لكم فيها 1 و7، والمجموعة ص حطيت لكم فيها 2 و3، حطيت هون 9، وسميت هاي المجموعة ش، وطلبت منكم تقرأوا لي الشكل هذا. يلا على الدفاتر، حلو، ما عاد تفرج، اطلعي واكتبي، اكتبوا لي ش ايش عناصرها، اكتبوا لي س ايش عناصرها، اكتبوا لي صاد ايش عناصرها، بعدين اكتبوا لي سين تقاطع صاد ايش عناصرها. هسه بنحكي شو التقاطع، حكيناهوش، وبدي سين اتحاد صاد ايش عناصرها. رودينا بتحلوا قاعدين انتم صح؟ اه عم بحل معك دكتور، هياتني سامعك. الله يرضى عليك. يلا نبدا بهذا، يلا اللي خلص حل يحكي لي. شو سمينا هذول الاشكال؟ مين ذكرنا؟ اشكال فيم. يلا ممتاز، خلصتي؟ مين خلص كمان؟ ممتاز، اثنتين، ثلاث، يلا مين كمان؟ هسا خلوا اجاباتكم، احتفظوا باجاباتكم عشان نجاوب مع بعض، مع واحد منكم يجاوب يعطيني الاجابه، بعدين بنقارن الاجابات، منها بنفهم ايش الصح وايش الغلط. تمام؟ خلصتي رودينا؟ اه دكتور معك، خلصت. نساء خلصتي؟ ميساء كنا مش داخله بالصوت. لا لا معك دكتور، انا سامعني؟ صرخ يا صيح يزمر. يلا ماشي. يلا يلا نبلش. بدي، لا مش انتوا اللي خلصتوا اول شيء، بدي اللي ما خلصوا اول شيء من السطر الثاني. اه تفضلي. 1 2 3 4 5 7 لحظة ها وتسعة طلعي كيف. نحكي باختصار يا سيارة، كل شيء جوا المستطيل اكتبه، ماشي، مهم الترتيب. حكينا المجموعات لا يهم الترتيب، لا كمليش جنبك تكمل. انا بجاوب سين. اه 1 4 5 7 اللي هن اللي الدائرة تاعت سين. اه يلا ميساء طلعي لي صار. اثنين أربعة خمسة ثلاثة. في حدا مش فاهم شو بنسوي؟ في حدا مش فاهم شو بنسوي؟ بمسك الدائرة تاعت المجموعة بشوف شو جواتها بكتبهم. اسألي. خطأ، في شيء في المجموعات اسمه زائد، لغة المجموعات ما بنقول زائد، بنقول اتحاد. هاي العلامة، هاي اتحاد يعني ضم، هسه راح نحكي عنه، فما بنقول زائد بنقول اتحاد. يلا كملي. اه تفضلي. شو يعني التقاطع؟ المكرر المشترك اللي موجود مرتين بناخذه، واللي مش موجود مرتين في احد عنده مشكله في الموضوع. الاتحاد اللي حكته زميلتكم، شو الاتحاد؟ يعني ناس نقول نجمعهم نضمهم، بلاش حدا يفكر جمع يعني زائد. اه يا ايش نقليني شو اكتب؟ يلا بدي اكتب هون انا بس تحت. اه تفضلي. واحد واثنين ثلاثة ايوه أربعة سبعة وتسعة. لا لا بسين ولا بسين. طب طلعوا هسه اللغة الرياضية اللي بيتكلموا فيها، بيكون عن الاتحاد او، بيحكوا عن التقاطع و،
يعني العناصر تنتمي الى سين وصاد نقول هذا تقاطع، العناصر تنتمي الى سين او صاد نحكي عن اتحاد. صعب الحكي؟ كلكم شاطرين فيه؟ بعيد. اذا قلت العناصر التي تنتمي الى سين وصاد يعني قصدي هاي، قصدي التقاطع. اذا قلت العناصر تنتمي سين او صاد قصدي يا هاي يا هاي يا في الثنتين. نعم اللي يتكرر. شوفي ارجعي لي على السين، طلعي لي على السين وطلعي لي على الصاد. ايش العناصر اللي مكرره في هون وهون؟ اللي هي منطقه التقاطع. بس زي تقاطع الشوارع، المنطقه المربع اللي بالنص شو بنقول عنه؟ التقاطع يعني المكرر. التقاطع بينتمي لانو منهم، لهاي ولا لهاي ولا ثنتين مع بعض؟ بس المشترك. حلو الكلام. بس ندخل على مفهوم جديد شوي على نفس المثل. بدي واحد يطلع لي سين ناقص صاد. الناقص هون عملية مش عملية الطرح اللي بنعرفها. أنا راح أحكي لكم التعريف وأنتم تكتبوا لي الجواب. احكي لي. برافو عليك. العناصر التي تنتمي إلى سين ولكنها لا تنتمي إلى صاد. بلغة ثانية، العناصر التي تنتمي إلى سين فقط بس بسين 1 و7 اللي هم هذول. ها خلينا نظللهم، لأن أنا ممكن أجيب لكم السؤال هيك، بجيب لكم شكل فين وأقول لك ظلل لي المنطقة التي تمثل سين ناقص صاد. إذا شو راح تظلل لي؟ العناصر التي في سين فقط، يعني التي في سين وليست في صاد. طب نعكس صاد ناقص سين. ممتاز. 2 3 قال هل عملية الفرق، هي بلاش نقول الطرح هنا، الفرق، هل عملية الفرق في المجموعات عملية تبديلية؟ كيف يعني؟ لا غلط. ردينا غلط دكتور. لا مش عملية تبديلية. مش عملية تبديلية. ليش مش عملية تبديلية؟ شو يعني تبديلية؟ يعني أنا بس أحكي مثلاً، أنا أنت هلا حكيت مثلاً صاد ناقص سين اللي هي الموجودة في صاد وليست في سين. حلو. اللي تنتمي لصاد فقط، يعني مو مشتركات مع بعض، اللي هي الاثنين والثلاث. أنا بس أحكي سين ناقص صاد يعني اللي موجودات في سين ومش موجودات في صاد. احكي لنا شو يعني تبديلية؟ يعني إنه هل سين ناقص صاد تساوي صاد ناقص سين؟ إذا لا. تساويها نقول عنها تبديلية. ها لكن إذا ما بتساويها ليست تبديلية. طب سؤال، هل التقاطع تبديلي؟ نعم. تبديلي صحيح. تقاطع صاد ونفس صاد تقاطع سين. عرفنا شو الخاصية التبديلية؟ طيب نحكي عن شيء ثاني هسا. مين يطلع لي سين ضرب صاد؟ هاي سين وهاي صاد وبيطلع سين ضرب صاد. عارفين؟ ممتاز. هاي محضرة. احكي. برافو عليك. لما نضرب، لما نعمل عملية الضرب زي هيك في المجموعات، لا تعني عملية الضرب العادية 1 ضرب 7 يساوي 7، لا. هذه بنحكي عنها في لغة الرياضيات أنها علاقة. شو هي؟ علاقة. بنمثلها على شكل مخطط سهمي زي هيك، طلعوا. هون بحط مجموعة سين، هون بحط مجموعة صاد. مجموعة سين بنسموها المجال، والمجموعة صاد بنسموها المدى. مصطلحات هاي. كويس؟ الآن إيش المجموعة سين؟ إيش فيها المجموعة سين كان؟ يا 1 و4 و5 و7 بنكتبهم. 1 و4 و5 و7 والمجموعة صاد ايش فيها؟ 2 3 2 4 5 3 او 2 3 4 5. مش مشكلة الترتيب. شو يعني سين ضرب صاد؟ يعني اربط علاقة بين كل عنصر من سين مع صاد. عنصر صاد. بالضبط. برافو عليكي. هاي الكلمة الصحيحة، أزواج مرتبة. يعني راح أقول لك الزوج المرتب 1 و2، الزوج المرتب 1 و3. طبعا لما نقول مرتبة يعني لازم تجيبي المسقط الأول من سين والمسقط الثاني من صاد.
يلا غيره. واحد وأربعة. واحد وخمسة. خمسة كملي. أربعة واثنين. أربعة. واثنين. يلا ميزة كملي. أربعة وثلاث. أربعة وأربعة. أربعة وخمسة. ممتاز. وكملي. برافو. خمسة واثنين. ثلاث. خمسة وأربعة. شوف بحط فواصل تراها. خمسة وخمسة. شو ظل؟ سبعة واثنين. سبعة واثنين. سبعة وثلاث. سبعة وأربعة. سبعة وخمسة. تمام. علمنا شو الضرب؟ صعب هذا الحكي. تمرين ثاني سريع. بس التمرين بنشوف مراجعة اللي أخذناه المرة الماضية مع هالمعلومات اللي أخذناها. هذولا شو اسمين هذولا؟ هذول اسم العمليات على المجموعة. هذا كله أخذنا اسم العمليات. إيش يعني نعمل عمليات على المجموعات؟ اتحاد، تقاطع، فرق، ضرب، ديكارتي. اللي أنا بقدر أمثله هذا الطريقة ثانية على شكل محاور زي هيك. أزور. يعني بحطه هنا واحد، أربعة، خمسة، سبعة. هون بحط اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة. وبعمل لكل واحدة إيش؟ نقطة. زي هيك. تمام يا جماعة؟ اسمها الضرب ديكارتي أو يسموه الضرب الكارتيزي أو يسموه المستوى الإحداثي. أي لغة تستخدميها صح. هذا يسموه حاصل الضرب الديكارتي على اسم ديكارت. أو يسموه الضرب الكارتيزي على اسم واحد اسمه كارتيزي. يعني اثنين اخترعوه مع بعض. سؤال ليش اخترعوه؟ للغلبة. الإحداثي بالعربي بيقولوا عنه الإحداثي. المستوى الإحداثي. سؤال ليش اخترعوه ومتى اخترعوه؟ شو الغاية منه؟ احنا قاعد نستخدمه. انتوا بتعرفوا سيارات الجي بي اس اللي بنشتغل عليها؟ كيف بعرف ان انت موقعك هون؟ الإحداثيات. هذا ستي اول ما اكتشفوا امريكا على قولتهم. هم اكتشفوا امريكا. هي امريكا اكتشفت قبله. راح كولومبوس على امريكا كان في 10 ملايين بني ادم اصلا. ففي ناس كانوا يمكن يشيلوا امريكا قبل كولومبوس. بس هو ما قدر غسل دماغ لنا. لانه بقول لك الغرب اكتشف امريكا، لا الغرب ما اكتشف امريكا. امريكا مكتشفه قبل الغرب بدليل انه كان فيها ناس عايشين وفي حضاره، حضاره الانديز قديمه جدا اقدم من الحضاره الفرعونيه. وهذول مش محسوبين بشر. بس هم طلعوا كيف بيثقفونا، بيقولوا له الغرب اللي اكتشفها. بالنسبة لهم للتاريخ هم بترخوا بأحداثهم مش بأحداثنا. هذا غزل دماغ. إذا كلهم مش هو مكتشف أمريكا. هاي قاعدة. النقطة الثانية، بعد ما اكتشفوا أمريكا أو الأوروبيين اللي هم إسبان أول من وصل على أمريكا، كانوا بدهم يوصفوا كيف بدهم يروحوا على منطقة جديدة أول مرة بدخلوها. كيف بدك توصف ان انا طالع مثلا من اسبانيا بدي اوصل على نيويورك اللي هي على شاطئ البحر المحيط الاطلسي الامريكي الثاني؟ كيف بدك توصف له وين مكان نيويورك؟ ما كان في مستوى احداث وذاك الوقت، ما كان في مستوى احداث. فكانوا يجوا يوصفوا ايش على معالم. اذا شوف الجبل، اذا وصلت على الشط بعد عن كذا، اذا وصلت كذا، يلاقي حاله بعيد 200 كيلو عن المكان. غلط. يعني يوصل مكان مش صحيح. فشو بدهم يخترعوا؟ اخترعوا نظام اللي هو خطوط الطول ودوائر العرض اللي هي نفسها مستوى احداثي. هي احداثيات نقط. عشان بسوي المستوى الاحداثي يعني بتعين لي وين انت موقعك. لتسهيل الكلام عملوه بالاعداد زي هيك، علاقات عددية. لما عملوه علاقات عددية خلاص انت ما تقول لي وين انت. هسا عمان في الجوجل ايش بتطلع؟ 31-16 او شيء زي هيك. شو يعني 31-16؟ خط طول وخط عرض. خلاص عرفت وين موقع المدينة. هذا هو الاختراع. صرنا احنا نستخدمه لاشياء كثيرة. موقع الاراضي، دائرة الاراضي، كيف بتعين القطع الاراضي؟ عن طريق هذا السيستم. هذا نظام معروف. يلا مثال ثاني سريع. عند المجموعة شين تساوي مجموعة الأعداد
اللي مش عاشوا مالها هاي انا مش قاعد بقرا عمدا. اكتب شين وسين بذكر عناصرهم. حلو حلو. المطلب الثاني مثل المجموعات الثلاث بشكل فن. الأول اكتب شين وسين بذكر العناصر. ثم المطلب الثاني مثل المجموعات الثلاث بشكل فن. بس ايش الفرق بين تسجيلك ممتازه وتسجيل من هذا البرنامج؟ الكواليتي تاعك ممتازه بيطلع كواليتي اكثر، مع انه هذا كويس. بعدين هناك بتقدر تعمل الايديتنج، هي عمليات الايديتنج بتصير. تحرر، دخل. لا هذا من ضمن الخدمه هاي. اللي هو الزوم هذا اللي بتشتغل عليه تاع الصف الافتراضي. بمكنك تسجل محاضرتك. لكن ما بتعدل عليها. بدك برنامج ثاني يعدل عليها، افرض بدك قص شيء. البترول سوفت وير يعني سريع جاز شوف الصوت معي 100 هسه 100 طالب بفوت معي 100 طالب يعني اذا واحد عنده النت ميك الهواء بالمره مشكله اما بشكل عام لا ويوم بنات شغلات فيديوهات يعني تليفونات ردينا انت من تليفون داخلي صح؟ دكتور انا معك وميساء الصورة واضحة والصوت كويس. ميساء داخلة من تلفون ولا من لابتوب؟ لا من التلفون دكتور. انت من التلفون. حليتي؟ يلا. تحكي لنا شين. اقرأي لي اياها طيب شو بتحكي شين يعني؟ يعني الطبيعية. ايوه. من واحد راح نعد من واحد كويس كملي خمسة خمسة لا خمسة لا أقل من خمسة يساوي طلع يعني ما في يساوي ما في يساوي ما طول خمسة اللي كتبت يلا أنا دكتور يلا احكي واحد واثنين وثلاث بس وصاد ما هي محطوطة مسوية، شو طلب منكم الطلب الثاني؟ اعملوا على شكل فن. يلا. هسا شوف لما اقول لكم شكل فن، مش واحد راح يقلل عقله وراح يعمل لي كل مجموعة بدويرة. بدي اياهم الثلاث مع بعض كيف علاقتهم مع بعض أنا بدي. واضحة الصورة؟ يعني أنا ممكن أعمل شين بدائرة، صاد بدائرة. شين بدائرة، أنا ما بدي هيك، أنا بدي الثلاثة مع بعض بدائرة واحدة. احكي يعني هيك دويره كبيره جواتها دويره ثانيه جواتها دويره ثالثه لا متقاطعات هاي صابطة 100% هاي صابطة 100% أنا بقول طلع معي هاي شين الكبيري وهاي سين وهاي صاد بس طلعوا هاي شو العلاقات لما سويت المجموعات بالطريقة هاي بقول هاي المجموعات جزئية من بعضها البعض بقول إنه صاد هي أصغر واحدة صاد طلعوا كيف الرمز جزء معناتها مش جزء صاد جزء من او بقول صاد محتوى داخل سين سين يعني كل عنصر في صاد موجود زيه بسين
وسين محتوى جوا الشامله او الكليه اللي شين. شين مرات بحطوها كاف، بحطوها شين يعني الكليه المجموعه الكبيره. انتم كمجموعه من الطلاب مجموعه جزئيه من طلاب التربيه، خلينا نحكي واحد واحد، وطلاب التربيه مجموعه جزئيه من طلاب الجامعه فرع الاردن، وطلاب فرع الاردن مجموعه جزئيه من طلاب الجامعه المفتوحه في الوطن العربي. اذا هم في علاقه ايش؟ جزئيه من او محتوى فيه. هذه العلاقه متى بكتبها؟ لما يكون علاقه مجموعه مع مجموعه. يعني بقول مجموعه، شو بدك تحكي يعني؟ هو مجموعه مش شيء موجود، اسمها جزئيه من محتوى داخل. هسه بدنا نشوف كيف نحط. يلا احكي لي بالضبط، لا تكرري. ثلاث أربعة، لحظة، سين ثلاث أربعة لأنه فيها أربعة. عفوا ما فيها أسف أسف، أنت صح، أنت صح. وأربعة وين بدي أحطها؟ واضحة؟ هسا شو صار جوا شين الدائرة الكبيرة؟ شو جواتها؟ كلهم جوا صاد. بقرا كل الأعداد اللي جوا صاد، لا بقرا بس هاي. شوف سين اللي هي هاي بس اللي ملونة بالأصفر هاي. لا عفوا صاد صاد، آسف أنا قاعد بقول سين وهي صاد، هي صاد صاد اللي ظللتها، مظبوط ولا لا؟ صاد اللي ظللتها. الآن سين بدك تكمل على مين؟ على اللي أكبر منها. على هذا الكلام بقول لكم هالشغله، ثلاث جزئيه من مجموعه صاد. هل هذه الكتابه صح ولا خطا؟ ثلاث مش مجموعه، اذا هاي الكتابه ايش؟ ايش حتى تصير صح؟ لازم احطها بين قوسين. ممتاز، يا بقول ثلاث تنتمي الى صاد، او بقول مجموعه ثلاث جزئية من صاد. بلى. يا بقول ثلاث تنتمي لصاد. بلى. مجموعة. لسين لسين. بعدين أنا ليش معلق عليها مش عارف. لسين. ميزنا بين ينتمي ومحتوى فيه. إذا عنصر مع مجموعة. انتماء او عدم انتماء. هي موجوده في سين. هيا طلعي. صاد ما فيها ثلاث. صاد ما فيها ثلاث. بس انا هيك متخيل العكس، مش عارف ليش، كل شوي بتخيل العكس. طيب. اذا عرفنا الفرق بين الانتماء والاحتواء. الانتماء يعني عنصر مع مجموعه، احتواء مجموعه مع مجموعه. طيب بناء على هذا الشكل. لو سألتكم أسئلة مثل هاي، أعطوني سين تقاطع صاد. سين تقاطع صاد، شوف هاي كتبته بالضبط. أو شو رأيكم أكتب صاد؟ تزبط؟ تزبط. ما هو واحد واثنين هي صاد. مجموعة واحد واثنين هي صاد. إذا بدل ما أكتب مجموعة واحد واثنين شو ممكن أكتب؟ صاد. طيب مين يطلع لي سين اتحاد صاد؟ سين، برافو. ترى هي حالات خاصة، حالات خاصة هاي مش دائما، بس في هذا المثال بتزبط. طيب لو سألتكم سؤال ثاني، بدي حدا يعطيني سين ناقص صاد. فاي بتطلع يا دكتور. سين ناقص صاد. ليش فاي يا ردينا؟ ردينا ليش فاي؟ لانه ما في عندي دكتور، يعني ما في عندي، كيف بدي احكي لك؟ انا فاهمها فاي. غلط. ما في عناصر. مجموعة الثلاثة يعني دكتور. ارجع الى التعريف. ايش يعني سين ناقص صاد؟ العناصر الموجودة. العناصر الموجودة في سين ومش موجودة في صاد. طب ثلاثة موجودة بسين مش موجودة زيها بصاد.
ثلاثة. لكن حتى يطلع كلامك صح ما بدنا نكسر كلامك. هاي اللي فاي. صاد ناقص صاد ناقص مش موجودة بسين. صاد ما ولا عنصر مش موجود في سين. طيب لو طلبنا منكم تطلعون شين ناقص سين ايش بيساوي؟ كلهن ناقص سين، يعني اللي موجود بشين ومش موجود بسين بس مجموعة أربعة. هاي راح أسميها اسم ثاني، راح أقول عنها سين متممة، هيك متممة سين. إيش يعني متممة سين؟ يعني العناصر التي تنتمي إلى شين ولكنها لا تنتمي إلى سين. طيب شين ناقص صاد شوية ثلاثة أربعة، برافو. يعني بتغطي عصاد، غطي عصاد واكتب اللي برا، غطي عصاد واكتب اللي برا، صاد واحد واثنين غطي عليها، شو ظل؟ شو بطلع الجواب؟ ثلاثة وأربعة. حيال شو راح نعطيها رمز ثاني؟ متممة. طلعوا كلمة متممة مش ممكن تكون موجودة إلا إذا عندي مجموعة شاملة. ما في مجموعة شاملة ما في متممة. متممة يعني مجموعة شاملة. ما في متممة، عفوا، ما في مجموعة شاملة ما في متممة. الشين الشاملة يعني، ولكنها ليست في سين، أو إذا كنا صاد ليست في صاد. سين ناقص صاد هي متممة صاد؟ لا، شوفي هاي متممة صاد ثلاث وأربعة، وسين ناقص صاد ثلاث زي بعض، شو متساويات؟ في عنصر زيادة. وصلت؟ صعب؟ شايفين هاي الأسئلة؟ يعني بيجي سؤال في الامتحان زي هيك ممكن، لكن كيف تيجي أسئلة الامتحان اللي كويسة المحترمة سؤال زي هذا؟ إيش يصير؟ فكر كويس قبل ما تجاوبوا. ستة، مجموعة خمسة ناقص مجموعة ستة تساوي فايف. أنا بكتب إجاباتكم ها. مجموعة خمسة ناقص مجموعة ستة تساوي فايف. كلكم متفقين شكلكم. شو رأيكم نكتب سالب واحد؟ مو خمسة ناقص ستة سالب واحد. مجموعة سالب واحد. شو الجواب؟ لا سؤال صح. حليها. شو بتكتبي؟ بكتب بكتب سالب واحد. وانا قلت لكم انه هاي مش عمليه الطرح العاديه، قلنا لما تنحط علامه المجموعه بطل الطرح، معناته هذول اكيد غلط، يعني هذول اكيد مليون بالمئه غلط. لا ليش صح؟ ليش صح؟ طيب اقنعيني ليش. وانا قلت تقاطع، ايش يعني الفرق؟ طيب ردينا ردينا، ايش يعني سين صاد؟ اللي موجود في سين ومش موجود في صاد. طيب ايش اللي موجود في سين ومش موجود في صاد؟ اذا الجواب مجموعة خمسة، هذا الصح. مش التعريف، العناصر اللي موجودة في المجموعة الاولى ومش موجود زيها هون، كل موجود في المجموعة الاولى ومش موجود زيه هون. ليش باي؟ شايفي كيف وقعتي؟ هاي مطب، مطب ثاني. يلا خذي واحد ثاني. لا يا اختي لا، هاي المجموعة فيهاش الا عنصر واحد اسمه خمسة بس. من وين جبتي لي الواحد؟ انا ما قلت لك من واحد لخمسة، اما اقول لك عنصر اسمه خمسة، انه المجموعه هاي اعتبريها سين وهاي اعتبريها صاد وهاي ناقص. شو يعني؟ يعني عناصر اللي هون ومش هون. شو اللي موجود هون ومش موجود هنا؟ خمسه موجوده بقول فاي. يلا هاي هاي واحده ثانيه. يلا مجموعه خمسه
سبعة صح؟ لأنه الخمسة موجود في المجموعة الأولى مش موجود زيه، ليش ما كتبت السبعة؟ لأنه موجودة في الثانية موجودة في الثانية. لا تكون صح صحيحين. هيك قصة الامتحان ترى، ديروا بالكم هيك بنجيب الامتحان. تمشي؟ تمشي إن شاء الله. تمشي هو دكتور، أنا لازم يعني أرجعها لسين ناقص صاد عشان أفهمها طريقة المجموعات. رجعيها، مين قال لك ما ترجعيهاش؟ هي إذا أنا ما رجعت ما راح أفهمها إلا هيك يعني سين ناقص صاد عشان أعرف الجواب صح. ثانية واحدة ثانية، مين يعطيني مثال؟ يعني أنت لما تيجي تعمل قاعدة زي هاي متمم، كل متمم يطلع الجواب. أنا مش عارف الجواب، حطي مثال من عندك، ركبي لي مثال من عندك، جيبي متمم تسين والجواب اللي بيطلع جيبي له متمم. افرضي من عندك اي مجموعات عشان اعرف اجاوب هذا السؤال، مش حفظ مش حفظ. حطي مجموعه شين من عندك، حكيت انا متممه معناته في شامله. طب خذي مثال سهل، واحد اثنين هاي شين، وحطي شين مجموعه جزئيه منها مثلا. حلو الكلام. طب جيبي لي متممه سين. ممتاز. ايش متممه الاثنين؟ واحد. رجعت ايش؟ سين. اذا هي تطلع سين، يعني متممه المتممه تطلع نفس المجموعه. ممكن اجيب لك السؤال بالشكل التالي، اعطيني مثال يحقق هذه الخاصيه. انا بقول لك السؤال كيف، اعطيني مثال. انا بطلب منك تعطيني مثال، فانت بدك تركبي من عندك مجموعه شامله، تركبي مجموعه جزئيه، وبعدين توريني كيف جبتي المتممه وكيف جبتي متممه المتممه. سؤال شرعي هذا. لا لا، هو لها قاعده يعني، هاي بنقدر نحفظها، لكن انا ما بحفظها. انا بقول لك عاده اذا ما عرفت القاعده شو بتسوي، حطي مثال من عندك وحاولي تطلعي ايش الاجابه. طيب مين يعطيني مثال يوضح لي فيه؟ انا راح اكتب قاعده، وهي مناسبه بقول لكم اسمه قانون دي مورغان. القانون اللي راح اكتب اسمه قانون دي مورغان. ايش هو مطلوب منكم انتم؟ اعطوني مثال يحقق هذا القانون. شو القانون بيقول؟ تين اتحاد صاد الكل متممه يساوي متممة سين تقاطع متممة صاد. أعطوني مثال يخلي هاي صح. هذا اسمه دي مورغان. يلا عبين ما تحلوه بكون أنا رحت على النقطة الثانية اللي بدي إياها. شو هي النقطة الثانية؟ مش عارف. بس شو كيف على الويب سايت مثلا جاهزين اشياء، في اشياء موجوده على الويب سايت، نشاط تفاعلي. تعلمنا اليوم اتحاد، التقاطع، الفرق، المتممه، ضرب الديكارتي، صح؟ لما تعلمنا هنا دور وش كالفن. هاي البنت عندك يا ميساء؟ نعم دكتور. البنت عندك هاي؟ ايه بنت. في صوت بنت صغيرة بتعيط. بنتي. يلا الله يخليك يا حبيبي. الله يسلمك يا رب، طول عمرك. بسكت بقول لهم اسكت سامعك الدكتور. لا عادي، خليها تاخذ راحتها. الله يسعدك يا رب. مليان ثابت لك. احنا بنسوي قلنا موقعنا، انا بحط فيه الماده، بحط عليه شاف روابط محاضرات، اي شيء بدنا اياه، شاف كل شروح الماده موجوده اصلا، هم جايين حاضرين اصلا.
ايوه لحظه في شغله بس هون انا بدي اياها مش لاقينها صراحه. اها بجوز تكون هون. لا هاي مراجعه فيديوهات، هاي انا ما بدي الفيديوهات. اه سويتوها؟ اه هاي انا هذا شايفه. طبعا هسه اشوف الطالبات اللي هناك مش شايفات اللي فاتح هون، وشافت اللوح بس. شايف سيدي هاي مسويها على الجيوجبرا. هذا مش انا مسويها، جاهزه. هسه بنشوف كيف بنشتغل عليها. يضايل علينا نقطة بدنا نخلصها، شو هي؟ مجموعة القوة. ايش يعني مجموعة القوة؟ اه بس قبل ما نوصلها بدنا نحل التمرين وبعدين نروح على مجموعة القوة. يلا ناخذ هاي. اه مين يعطيني المثال؟ اه تفضل. ممكن يلا. ممتاز. صاد مجموعة أربعة وخمسة. لحظة شوي، في كمان شغلة ناقصة. مش أنا قلت لك ما في متممة إلا بشاملة؟ طب حطي لي شاملة. شاملة لسين وصاد. إذا ما حطيتي سين وصاد، يعني حطيتي سين ماشي، اخترتي أي مجموعة واخترتي صاد أي مجموعة ما عليهم شروط، لكن في شاملة لازم. آه احكي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. آه لازم تشمل كل العناصر، وإلا ما بصير في عندي متممة. وصلت؟ كمل. يلا احكي لي شو سين اتحاد صاد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. ممتاز. بدنا نعمل متممتها. أكيد. ليش؟ لأنه ما في إشي بسين اتحاد صاد مش موجود بالشامل، كله موجود. إذا صارت فايل. هذا الجزء الأول خلص. أنت سويت الطرف اليمين. نكتب هون. متممة سين. أربعة وخمسة. برافو. متممة صاد. واحد اثنين ثلاثة. متممة صاد يساوي فاي. فيش فيش شيء مشترك. طلعت هاي فاي وهاي فاي، معناته هي هذا المثال الوحيد اللي نقدر نجيبه. ولا في امثله ثانيه؟ مليان. طيب هسه بدنا نعمل شير ثاني مع نشاط. وين راح المحترم هذا؟ ايوه هياته. اه دقيقة علي. اه ايش ماله المثال؟ هسه شو طلعت معك سين اتحاد صاد؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طيب في بشين عناصر، عفوا في سين اتحاد صاد، آسف في سين اتحاد صاد مش موجود بشين؟ لا، عشان كتبت فاهم. دائما المتممة مع الشاملة. يلا هسه ايات تمرين تقويمي. ستارت اوفر، تعرف ستارت اوفر؟ يعني من اول ابدا. كليك ابروبريت اوريجن فروم 1 تو 4 تو شير ذا فولوينج سيت اي. المجموعه اي مجموعه سين يعني. بدي اضلل، بدي اعمل كليك هيك بالماوس. وين اعمل كليك عشان اضلل اي؟ اضلل على المنطقه رقم اثنين والمنطقة رقم ثلاث. هاي أول واحدة بنحلها مع بعض عشان نفهم شو اللي بدنا إياه. أنا هيك ظللت إيه ولا ما ظللتهاش؟ ظللتها. تشيك. شو قال لي؟ يعني هيك. نيكست. يلا مين بده يشاركني هسا؟ آه تفضلي. احكي الأرقام، احكي الأرقام. هيو بده البي، بده بي. طلعي هون دائما هون، طلعي هون. بي. ثلاثة وأربعة. ليش مش شايفة؟ تعالي هون لفي هون. ولدن يلا. إيش هاي؟
بشحطة مايلي A. شو بشحطة مايلي A؟ ما أخذناش، لا أخذناها. هاي الشحطة المالي هي نفسها ناقص، شحطة المالي هاي هي نفسها ناقص B ناقص A، اللي B ومش في A، اللي هي أربعة. هلا سيدي. إذا أجل موجودة في موجودة في ايه؟ بدي نتأكد هاي اللعبة وين كنت تلاقوها هاي الوسيلة؟ موجودة هاي على الموقع؟ موجودة. من وين جبتها؟ جبتها من الموقع. أنا فاتح الموقع يا جماعة، فاتح موقع إدارة التعلم. يلا اللي بعديها. بدي ايه وفوقها خط مايل، شو هذا الخط المايل هذا؟ هذا متممة. هو احنا بنكتبه ايه يعني سين وفوقها خط طويل. في الكتب الأجنبية كيف يكتبوها؟ سين وفوقها خط مايل هيك صغير. شو يعني؟ متمم. بدي متممة ألف أو ايه. يعني هاي وهاي. واحد وأربعة، برافو. شو يعني متممة ايه؟ يعني اللي برا ايه؟ اللي برا ايه؟ داخل الشامل لكن برا ايه. يلا تشيك نيكست. يلا ايش اظل لين؟ ثلاث واربعة، برافو عليكم. بلشنا نخربط. بس ايه اتحاد او تقاطع متممة بي، يعني بنجيب متممة بي لحال وبنجيب ايه لحال وبنشوف وين اشتركوا. وهيك معناها. ما بدها حسبة. بدون عناصر يا اختي، بدون عناصر. طلعي. لما اقول ايه لدي علي. لما اقول ايه يعني هاد. هذا مؤقت طلع. الغين. هاي ايه. وين متممة بي؟ يعني اللي برا بي. هسا وين تقاطعوا هذول اللي برا بي مع ايه؟ وين تقاطعوا؟ قاطعوا بس يا جماعة مالكم قاطعوا هون. Again هاي ايه صح؟ رقصوا. اعتبروا هاي لونها احمر، تخيلوا انه هذا اللون احمر. حلو الكلام. الان اعطوني تقاطع بي متممة بي. ايش يعني متممة بي؟ يعني خارج بي، يعني خارج بي هيك. معناته راح اضل هاي وهاي. ايوه راح اضل واحد واثنين، برافو عليك. الاثنين كم مره ظللتها؟ وانا بدي التقاطع. اذا بدي المكرره، اذا مين المكرره؟ اثنين هيك بس. هاي نعمل تشيك نتاكد. البيت روحوا سووها بالوان، لونوها شوفوا. لونوا ايه بلون، لونوا متممه با في لون، وشوفوا وين راح يجي لونين، وين المنطقه اللي فيها لونين. اللي بعديها هاي دي مورغان، ترى هاي اللي اعطيكوها قبل شوي. ايه اتحاد بي الكل متممة. ايه اتحاد بي الكل متممة اللي هي بالضبط متممة اللي برا. خلاص عرفتوا اللعبة. خلاص اللي وراها تقاطع، مش اتحاد، تقاطع. بس هاي سالي. كم واحد وصلنا حالين؟ تسعة من الباقي عليك. الباقي عليك. يلا هسيات خلينا نروح مرة ثانية نعمل شير ونكمل على مجموعة القوة. لو كان عندي أنا مجموعة مثلا فيها العناصر واحد كويس، وطلبت منكم تطلعوا مجموعة القوة أو القوة. إيش يعني مجموعة القوة؟ يعني المجموعة التي تمثل جميع المجموعات الجزئية من المجموعة المعطاة. أنا المجموعة عندي سين، بدي كل المجموعات الجزئية اللي بقدر أكونها. أحكي.
واحد واثنين أو سين إذا بدك. ممتاز. كم مجموعة جزئية قدرت تكون؟ لا مش أوصل الإنترنت. يا ميساء ميساء. نعم دكتور معك. عندك. نعم. طف الصوت عندك في صحلوشي عندك. صحلوشي عندك. لا ما في صوت أوطي من عندي يعني. لا في واحد منكم طف المايك لما قلت لك شغلي. اه خلاص. ايوه سكت. يلا الان لو اعطيتكم مجموعه اكبر شوي، اعطيتكم مثلا مجموعه صاد، اعطيتكم العناصر فيها الف وباء وجيم، مو شرط تكون اعدادها. ايش اثنين وستلا؟ عدد عناصر مجموعة القوة. تفضل انت معنا. دال حطي دال ها على طول. هاي بنحط اللي دال. هلا انا لما حسبتها بتطلع اللي هي اربعة. لاحظوا شوي، عدد العناصر لازم يكون يساوي اثنين مرفوع للقوة اربعة ويساوي ممتاز. لازم يطلعوا 16 مجموعة جزئية. انا لما حليتها هسه بطلع لك اياهم ال 16 كلهم. نطلع لك اياهم. نبدا اول شيء احكي. اول شيء المجموعة صاد نفسها. لحظة شوي. خلينا نحكي بلغة احسن شوي. راح نكتب المجموعات الأحادية. كل واحدة لحالها. يلا مجموعة ألف لحال. مجموعة ما لحال. مجموعة جيم لحال. مجموعة دال. هاي خلصنا واحد، خلصنا اثنين، خلصنا ثلاث. بدنا مجموعات الثنائية. لما تكتبي ألف باء ما تكتبي باء ألف. ما منكر. لا عفوا. من إذا عكستي بطلع نفس المجموعة. يعني ألف باء هي باء ألف. يلا احكي. ألف باء. ألف وباء. ألف جيم. ألف وجيم. ألف ودال. ألف ودال. كملي. باو جيم. وباو دال. قولي بالك علي. وإيش حكينا؟ وجيم ودال. خلينا نكتبها. قولي بالك. مجموعات ثلاثية. ألف وباء وجيم. مجموعة ألف وباء ودال. مجموعة باء وجيم ودال. شفتي طلعناهم. ألف وباء وجيم. ألف وباء ودال. باء وجيم ودال. إيش ضل عندنا؟ جيم دال ألف ما كتبناهاش. أو ألف دال جيم. أو ألف جيم دال. عديهم. لا تبقى 16 مجموعة. هات نعدوا. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 12 13 14 15 16. إذا عندي سؤالين على هذا الدرس. اكتب مجموعة القوة يعني فصلهم اكتب لي اياهم. اكتب عدد عناصر مجموعة القوة. لما أقول لك اكتب عناصر مجموعة القوة عدد العناصر ما في داعي تفرد لي اياهم. بتقول لي اثنين أس بس عددهم كم؟ أنا مرات بسألك عن كم عددهم، مرات بسألك اكتب لي إياهم إيش هم بالضبط. هي نمط. لو تسويها بالتدريج، لو تدرجي فيها بتلاقيها على شكل نمط. جاء على شكل اثنين أس عدد العناصر. هي لها نمط. طب سؤال تركي. هذا سؤال امتحانات. شو الإشارة الأنسب هون؟ أحط ينتمي ولا أحط لا ينتمي ولا أحط جزئية من ولا أحط ليس جزئية؟ أيهما الرمز الأنسب وضعه في هذا الفراغ؟ فكروا كما جاوب. أنا قلت أعيد لكم الكلام اللي قلته. إذا بدي أربط على مجموعة ومجموعة
بحط جزئية ليس إذا بدي علاقة بين عنصر ومجموعة بحط ينتمي لا ينتمي محتوى مبين خمسة جزء مجموعة جزئية يعني هذه طبعا من أكبر الأخطاء الشائعة تنتمي لازم ينتمي ليش؟ إيه طبعا أنت تناقض مع حكيك شو أنا بعيد القاعدة وبناقض حالي قاعد لا ما بناقض حالي أقول لك ليش اطلعي لي على المجموعة اللي بدنا نكتبها هون المجموعة اللي هذه الجهة شو طبيعة العناصر اللي فيها مجموعات طلعي لي هذا المنظر مجموعة خمسة هو نفسه هذا نفسه بالضبط إذا هذا صار ولازم عنصر صار عنصر عنصر ينتمي لمجموعة لكن لو كتبت هيك أيوة اختلف الحكي صح. هيك صح احتواء صعبة شوي لا مش كثير بجيبها بس يعني انه هي نوع من الفرق واضح بين المجموعة والعنصر يعني احنا مرات بنتعامل مع المجموعة كأنها عنصر اعطيكم اقرب لكم اياها بمثال رحتي على السوق قلت له اعطيني حذاء او شبشب بعطيك فردي ولا فرديتين فردين لا ثنتين طب ليش اعطيك اياها ثنتين لانه هيك بنباع على شكل باكج هسه بالنسبه لك هذا مش مجموعه هذا بالنسبه لك عنصر كانك اخذتي شيء واحد انت مع انه هو مع انه مجوز بس انت بالنسبه لك كانك اخذتي شيء واحد وهون نفس الشيء بطلع عليها اذا انا الشغله مش شغله والله بشوف اقواس مجموعه بحط احتواء او انتماء لازم تطلع كمان على المجموعه الثانيه كيف العلاقه بين المجموعتين كيف العلاقه بين الشكلين اذا نفسه بالضبط انتماء اذا نفسه بس محطوط له اقواس مجموعه بصير احتواء اختلف الحكي وصلت معناها العمليه من وين اجت اجت من وراء انه في عندي مجموعه مع مجموعه مجموعه داخل مجموعه صعب هذا الحكي ظل سؤال اخير اللي هو ايش السؤال اللي بيجي في الامتحان عن جد بيجي في الامتحان ايش هو السؤال اللي بيجي عن جد في الامتحان بقول لكم صف عدد طلبته مش هذا نفسه يا ناس هذا يفكر نفس هذا السؤال لا بيجي زيه عدد طلبته 30 طالب هذا بنسميه مسائل لفظيه ومسائل منطقيه وراح تيجي معاكم تعرف ذات اثنين تيجي في الاحتمالات نرجع نعيدها في الاحتمالات كم طالب في الصف؟ 30 طالب 14 يفضلون القدم كويس؟ و 18 يفضلون السلة وأربعة لا يفضلون أي من اللعبتين شو المطلوب؟ ما عدد الطلبة الذين يفضلون اللعبتين معاً ما عدد الطلبة الذين يفضلون اللعبتين معا بالضبط فكرة الحل هنا استراتيجيتي في الحل رسم شكل الشكل الذي يعبر عن المسألة حتى يمكنني من حل السؤال كيف شكل اللي بدي امثله بقول خلي المجموعة الشاملة تمثل عدد طلاب الصف اللي هم كل طلاب الصف الدائرة الأولى بدي اعتبرهم تعون القدم الأسود هذول تعون القدم والأزرق تعون السلة تخربطت خلينا نزيدها هذول تعون السلة والأربع التقاطع لا يفضل هيك شكل فني هيك بصير أربعة بصير بصير أي شكل هو مش دوائر او إلبسات او شيء يعني اي شكل بس احنا يعني مش متعودين عليه فممكن نعمله باي شكل بدنا اياه عشان بس زي ما متعودين عشان ما تخربطوش ما بيفرق احكي ايوه حلوه كلمه انا بعجبني المنطق احكي كملي كلامك 30 وكيف صاروا طب ما انت لو جمعتي 14 18 صار 32 في ناس رفعوا عليهم مرتين
طلع كيف افهم السؤال انا؟ كيف افهم السؤال؟ انتوا قاعدين 30 طالب كويس؟ مين بحب القدم؟ 14 واحد رفعوا ايديهم. نزلوا ايديهم. مين بحب سلي؟ راحوا 18 واحد رفعوا ايديهم. في ناس رفعوا ايديهم ما كم مرة؟ مرتين. رفعوا بالقدم ورفعوا بالسلة، وفي ناس ما رفعوا ايديهم بالمرة. لا مع القدم. أنا مطلوب مني أعرف كم واحد رفع ايده مرتين، كم واحد رفع ايده مرة واحدة، كم واحد ما رفعش ايده بالمرة. فأنا راح أشتغل على الجبر هنا، هون الجبر اللي هي المتغيرات. أنا مين اللي مش عارفه؟ كم هون في أربعة أكيد. مظبوط؟ إذا ما بتحبوا هيك، اللي بحب يشتغل على الأشياء البسيطة، يعني في أربع أشخاص، أنا العدد أربعة هنا مش قصدي فيها العدد أربعة، قصدي إنه في أربع أشخاص. هذول وين واقعين؟ واقعين في المنطقة اللي هي المتممة برا. هذول اللي بيحبوش لا القدم ولا السلة، على أساس إنه هذا القدم هاي السلة. خلينا نحطهم باللون الأحمر هذول المحترمين، عشان إيش؟ نقول إنه هذول اللي بيحبوش ما بيحبوا ولا إشي. الآن بدنا نيجي على تعاون القدم. تعاون القدم لازم ألاقي كم شخص داخل الدائرة تاعت السوداء؟ 14. ال 14 مش هون، هون هون مشكلة صح؟ ممتاز. يعني أنا لازم أحط 14 شخص موجودين في المنطقة هاي والمنطقة هاي كلهم 14، وهون لازم ألاقي هون وهون 18. هاي المشكلة، هاي المشكلة. فهنا بنحلها بالرياضيات. تفضلوا هون. ايش بنسوي؟ بنعمل هون سين. انا ما بعرف هذول كم. والسلام. تفضلوا. نقاع. بعرف. هون ايش؟ ايش حطينا؟ سين. سين يعني ايش يعني؟ يعني اللي انا مش عارفه، المجهول بالنسبة لي. طب سؤال، قدم ناقص سلي، يعني الذين يلعبون يفضلون القدم فقط، او الذين يفضلون القدم ولا يفضلون السله، كم واحد؟ لا بنعرف. لا أربعتاعش. ليش أربعة؟ يفضلون القدم فقط. هسه دائره القدم كلها 14، قيمه منهم اللي مشترك مجهول مش معروف. تلاقي بالضبط، وراح نحولها لمعادلة. لا لا، ولا حط تعويض شيء، معادلة محطية بسيطة هسه بتشوفيها. طب سؤال، الأزرق هذا لازم يكون كم واحد جواته؟ 18. 18 كان في سين، إذا هون شو راح يكون؟ 18 ناقص سين. هسه لازم لما أجمع هاي المنطقة زائد هاي المنطقة زائد هاي المنطقة زائد الأربعة اللي برا يطلعوا 30. هاي رجل لا يقعد هسه مبلش يقعد. هذا ايش الرياضيات؟ هذول رياضيات بس خلصوا. انا عندي من 3 ل 4 وانتم من 4 ل 5، 4 ل 6 انتم. استريح، مش ناسي انا، عارف لسه ما خلصنا 4 و 5 بعدها، طول بالك. يلا الان ايش لازم يكون عندي؟ لازم لما اجمع هاي المنطقه وهاي المنطقه والمنطقه هاي والاربعه هذول شو الاقي؟ نكتب معادله 30. هذا الكلام 30. يلا 14 ناقص سين، هذول لو بدي احكيهم بالعربي بقول الذين يفضلون القدم فقط، بس زائد، خلينا نعملهم بقوسك عشان تكونوا عارفين شو بحكي، زائد سين. شو سين هذول؟ الذين يفضلون القدمتين معا، واللي وراها سين ناقص 18 زائد 4 بيطلعوا 30 محترم. صح، صارت معادلة خطية، لا حذف تعويض ولا شيء. يلا جمع السينات وجمع الأعداد وحلي معادلة. هسا عندك هون ناقص سين مع زائد سين صارت صفر، وعندك هون 14 زائد 8 32 زائد 4 36، صارت 36 ناقص سين يساوي 30. هاي على البيت روح على مالك ورقوا عليها بتحلوها سهلة، بداش شيء. الآن زائد سين هون زائد سين هون بصير عندك 36 يساوي سين زائد 30، ناقص 30 هون ناقص 30 هون صارت سين يساوي 6. 6 هاي على مالكم، تراجعوها في الفيديو على مالكم. معادلة بسيطة يعني، معادلة
حليت شو طلع ستة؟ ايش يعني ستة؟ يعني في ست طلاب رفعوا ايدهم مرتين. طب كم واحد رفع ايده بس بالقدم؟ ثمانية. 14 ناقص 6. وكم واحد رفع ايده بس بالسلة؟ 18 ناقص 6. 12 ناقص 6. مظبوط ضبطت. هسيت انا عاد كيف اجيبك السؤال في الامتحان؟ حر. بسوي زي ما بدي. بجهلكم اشي وبطلب اشي ثاني. لكن اللوجيك يعني طريقة الحل استراتيجية الحل تقريبا نفس الاي دي. ما راح نغير اشي. انا ما قلت انه هذا الحل الوحيد. انت بتحكي ممتاز. وانا ما لا لا هنا لما نيجي نتكلم عن استراتيجيات حل المسألة ما في طريقة وحيدة لحل السؤال او للمسألة. الطريقة اللي تفضلت فيها بتعتمد على الحساب الذهني او على المحاولة والخطأ. مرات المحاولة والخطأ طريقة، الحساب الذهني طريقة، كتابة المعادلات طريقة. بس أنا هنا استخدمت طريقة نمطية شوي، استخدمت الجبر اللي هو المتغيرات، واستخدمت لغة المجموعات، استخدمت أشكال فن. هذا الحلول أو هذه النوعية من الحلول بتعطيك حل منتظم، لكنها مش الطريقة الوحيدة. يعني مجموعة العناصر تبري حالك، هي عملتها بطريقتها بأسلوبها صحيح. يلا يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. علمتني.